الحفاره، وانا بعد ربع ساعه هبتدي الحفر. استنى بقول لك ايه، اوعى تنسى بعد ما تطلع الشوال لازم تجيب الفاس معاك، اوعى تنساه. هو جنب سن الفرن شمال، بشبر جنب الصاجه. شبر جنب الصاجه. لا عمر الضفر يطلع من لحم، ولا عمر الدم ينقلب ميه، وان غسلت توبك ان ايه، وان خنقت قريبك ابقيه. جنب سن الفرن شمال، سن الفرن شمال، شبر من الصاجة. شبر انا واقع في عرضكم يا قرايبي، تسامحوني عشان مديت ايدي وضربتكم زي ما ضربتوني. انا جاي اواسيكم، وانت بالذات، انت بقى صعبان عليا قوي عيني، انت يا اخويا اللي خدت الزومبا الكبيره. ولا انا مستني اخرتك، هات من الاخر. ايه اخرة الاسطوانه المشروخه اللي انت مدورها دي؟ الواد ده وانتجي، بس كلمه تجيبه وكلمه توديه، يجي منه يبقى مؤد. يا سلام. وعشان اثبت لك حسن نيتي، انا قطعت من قوتي عشانك يا نندوح. خد، انا عارف انك مديون، خد يا دوحه 1000 جنيه مساعده مني. خد يا اخويا نندوح و1000 جنيه وايه بقى مناسبه المساعده دي؟ معونه الشتاء. خدهم ودهم لي. ايه؟ خدهم ودهم لي. الناس لبعضيها، ومهما الايام تعمل فينا ما بنستغناش عن بعضينا. سمعتش الاغنيه دي؟ ها؟ لك هوا يا غبي، خدهم. انا عملت اللي عليا، خدوا بالكم، انا جيت اقدم الصلح واثبت حسن نيتي، بس انتوا مش عايزين. سلام. تغرين تعمل شغلين تلقى. مع السلامه يا ابو. يلا حفرت الارض لحد ما طلعت ميه. فين الفلوس يا نرجس؟ انت ما لقيتش شوال؟ خايب تلاقيه راح حفر في حته تانيه غير اللي قلت له عليها. جنب سن الفرن شمال. نعم شمال ايه؟ شمالك انت من سن الفرن. جلايه يا رشدي، مش تصحى للكلام يا اخي. انت قلت جنب سن الفرن شمال، شبر جنب الصاجه. بقول لك ايه، انت احسن لك تروح تغسل في ودنك في السبع بنات. طب يلا يا فالح، يلا فوق اركب، هنبقى نيجي تاني. لا اركب بقى. انا ما اتكلش ابدا، انا واثق من نفسي، سمعت الكلام زي ما انا قلت. بقول لك ايه، المره الجايه انا اللي هحفر. يلا يلا يلا. المره الجايه بسرعه. استنى لما ممدوح يكون بيبص علينا نروح. ما تزعقش طيب بشويش. يلا يلا تسللي. يلا ممدوح يبص يودينا في كلنا. ايوه تسلل. يلا يلا. لا مالكش حق، كنت خدت الألف جنيه دول. انا انا اخد من فتح فلوس؟ ده انا اخد من اندل الناس وما اخدش من فتح. ايوه انا ممكن اخد منك انت. ايه ده؟ هو انت ما تقولش كلمه حلوه ابدا؟ كتك داهيه طالع لابوك تربش. اهو خلاص الزياره دي سببها ايه؟ هكون سببها ايه؟
وراها حاجة طبعا. حاجة زي ايه؟ الواد رشدي والواد فتحي بيلعبوا لعبة كبيرة قوي، ورشدي هو اللي بعده. ممكن رشدي يكون ممشي الواد فتحي. حاكم الواد فتحي ده اهبل اهبل. ده انت اللي هبل. فتحي ده اخبس من الواد رشدي 100,000 مرة. رشدي ده لما بيعادي حد بيعاديه عيني عينك كده زي تروبش. انما الواد فتحي ده الوان حرباية، بيدهن نفسه اللون اللي يمشي مع الموقف. طب والموقف بتاع النهاردة لونه ايه؟ لونه غامق طبعا، بني ملطش. هو يعني عيلة النقل دي بيجي من وراها الوان فاتحة ابدا؟ حق يا حسرة. طب وانت مكبر الحكاية كده ليه؟ هياخدوا منك ايه انت يا جعير انت؟ ايش هياخد الريح بالبلاط؟ انا مش مكبر الحكاية، انا بقول الحق، وكلامك برضو عين العقل. ايش ياخد الريح من البلاط؟ انا البلاط وهم الريح. طب ايه اللي جابهم هنا؟ جايين طبعا علشان حاجة عملوها او بيعملوها او هيعملوها. طب انت قلت تلاتة هيعملوها، قولها بالترتيب كده. ها؟ ايه جاك هوا يا غبي؟ ايه ده يا رشدي؟ اوعى ايدك بقى. مش كده يا مسكرين، انا اكره الحادق موت، ولو كرهتكوا هخلي عشتكوا صبر، انا بكره الغدر. ايه ده تغلط وتمسحها فيا؟ جرى ايه يا رشدي؟ بزقها ليه يا اخي؟ انا لسه ما زقتش ولا عملت شغل الكليتش. ريحه الغدر اللي انا شممها هيجي دمي، وانا لما يفور دمي معرفش امي. انت عشان غدار فاكر كل الناس غدارين زيك؟ ما يمكن انت رحت الجنينه ودورت على الشوال وطلعته وخبيته في اي حته تانيه وجاي تعمل علينا شويتين دول؟ برافو عليك يا ريحه الشيحه. وليه لا؟ انت اللي بتقول، احنا ما كناش معاك. ده كلام كبير قوي. انت هتبابب ليه؟ ما انت اللي ابتديت. ولا تبقاش تزقني تاني، قطع ايدك. انت نيتك وحشه يا اخويا. خلي نيتك صافيه عشان ربنا يوقف لك ولاد الحلال وانت بتسرق. صح، انا هديت خلاص، انا غلطان، عليا 1-0، انا مملح بقيت ملوح. وانتي من بكره تنزلي على الجنينه تفحطي قدامنا على الجنب اللي يريحك، شمال الفرن يمين الفرن جوه الفرن، انا واقف اراقب وهتفرج. قفلت الشقه عليكم، تصبحوا على فرن. خسرت. اقول لك على حاجه بس ما تقوليش لحد ان انا اللي قلت لك. حد مين يا حسن؟ وانا بشوف حد غيرك؟ ما انا اتقطعت خلاص. اللي سرق الفلوس واحد من اللي كانوا بيتين قدام باب الاوضه. زي مين يعني؟ هو انا لو اعرفه هتكلم؟ ده انا هقتل. اصلي مش معقول، كلنا كنا نايمين على باب الاوضه. ده بقى اللي مخليني متاكد ان الحرامي مش من بره. طب مين بقى يا فالح اللي فتح القفل وفتح الباب وفتح الخزنه وخد الفلوس وراح خباها ورجع نام تاني واحنا كلنا نايمين على باب الاوضه؟ ما انتيش فاكره لما كنا في القسم اما الواد فتحي قال ان ممكن الحراميه اللي سرقوا الفلوس يكونوا خدرونا واحنا نايمين؟ طب ما هي ردت المدعوقه مراتك سابقا وقالت هو احنا في شيكاغو. مظبوط، وساعتها رد الاستاذ احمد خرشوفه وقال عيله النقل دي امر من شيكاغو. مش معقول يعني يكونوا خدرونا واحنا نايمين؟ وليه لا؟ طب مين هم؟ حمدي.
عشان لما اقول لك يا غبي بتزعل وتتقمص. ليه؟ حمدي كان نايم معانا على باب الاوضه. يو صحيح، احمد افندي خرشوفه ده غالبا فعال. يبقى اعتماد؟ لا افتكرش، هي قللت الاصل صحيح بس ما تعملهاش، تعرف الستات قلبهم رهيف ما يعرفوش يعملوا كده. طب ايه رايك في فتحي؟ جايز. ولا رشدي؟ ممكن. ولا فتحي ورشدي؟ استغفر الله العظيم يا رب ان بعض الظن اسم يعملوه، بس بأمرت ايه؟ لحد دلوقتي انا مش حاسس باي أمارة. انت هتوغوشني بقى كده. هبوشك ليه؟ ادينا ابن السل، مش احسن ما نلعب في التراب؟ انت وراكي حاجه؟ لا مفيش. ولا انا. احمد انت رايح الشغل؟ لا رايح جنينه الحيوانات. اما سؤال غريب. لا بس اصلك لابس بدله المناسبات. ما انا خايف اقول لك، اصلك انت ما بيتبلش في بقك فوله. في ايه؟ توعديني الاول ما تجيبيش سيره للعيال. يا اخويا ما تقول. اوعديني الاول. خد وعد. اصل بقى يا ست النهارده هستلم وظيفه جديده في نقابه تانيه غير النقابه اللي كنت بشتغل فيها. يا سلام فجاه كده. اصل رئيس النقابه دي عارفني من زمان، من ايام ما كنت بشتغل في اداره النقابات بوزاره العمل. قابلني صدفه، اخدني بالحضن وحب بقى يستفيد من خبرتي، فعرض عليا مبلغ قد اللي كنت باخده في النقابه اللي كنت فيها مره ونص. وطبعا انا كنت بشتغل في النقابه اللي كنت فيها بعقد، فلما خلص العقد ما رضيتش اجدده. وطبعا عشان كنت بشتغل معاهم بقالي 6 سنين فادوني مكافاه شهر عن كل سنه اشتغلتها، فخدتهم وحطيتهم في البنك على اللي معايا، واستفدت بالنص شهر وحطيته هو راخر في البنك، واخر كل شهر ولا كاني زدت ولا مليم. الله، كل ده حصل من ورايا؟ ده ايه التعلومه الجديده دي؟ انت بتخبي عليا يا احمد. ما هانا لو قلت لك ان مرتبي زاد هتطلبي زياده في مصروف البيت. وماله؟ مدام انت زدت احنا كمان لازم نزيد. ما هو ده اللي عامل حسابه وخايف منه. انا عايز ابني البيت، انا ما صدقت ان ربنا عوضني بالقرشين دول بدل الورث اللي راح. سلام. اسمع، لو العيال عرفوا انا هقطع خبرك. فتح يا عليم، عايز ايه على الصبح؟ مدير الشيك ده على بياض بنصيبي. ايه المناسبة؟ عشان اضمن حقي في جيبي. حقك هتاخده من غير الشيك. احنا مش قلنا هنروح بالليل نطلع شوال من الجنينة؟ وماله؟ جه الشوال تاخده الشيك، ويا دار ما دخلك ملح. ما جاش الشوال هقدم الشيك للنيابة، وعليا وعلى اللي كال نصيبي. وهتقول للنيابة ايه؟ سرقت انا وهي سوا ومش عايزه تديني حقي؟ ده شغل انا بقى، انا راجل اعمال ومعروف، لما اقدم الشيك للنيابه هقول لهم دي نصابه ضحكت عليا وهيصدقوني. شغل انا بقى. بس خلاص يا باي، يا ساتر عليك بني ادم، ده انت حقنه. ايه ناويه تاكليني؟ انا ست لكن كلمتي بمليون راجل. طيب يا مليون راجل، خايفه تمضي ليه؟ بقول لك ايه، عيب عيب كده اختشي، ما انت قافل علينا الباب، هروح فين؟ سيبه يا فتحي، سيبه السعاده، سيبه بقى، سيبه. هات الشيك.
انت مش ليك 650,000؟ لا، تلت الاتنين مليون 666,000 غير الفكة. غير الفكة؟ احنا قلنا الفكة دي هنزكي بيها. انا هزكي بمعرفتي، انا ليا 700,000 تمن استغلال فكرة التخدير والنوم من غير سرير. خلاص خلاص، 700,000 و25,000 يا غلبي، و25,000. هبطت يا حقنة؟ هبوط نسبي صح يا كابتن؟ خد دول يا ابني، وخد دول كمان. لا ماما، انا ما يخلصنيش ابيعكوا دهبكوا. انت مش عايز تشتري التاكس، هات اللي انت عايزه. انت مالك بقى يعني يا نبيل؟ لو ما كناش احنا هنقف جنبك، مين بس اللي هيقف جنبك؟ ايوه فوقيه، بس دول يعني كده ما يجيبوش غير 500 جنيه، وانا محتاج 1500 مقدم للتاكس. كان من عينيا يا ابني، انت عارف لو احتكم على حاجه ما كنتش احوشها عنك ابدا. طيب ايه رايك، انا ممكن ابعت لمصطفى يبعت لنا 1000 جنيه. مصطفى لسه بيكون نفسه، هو لحق يعمل فلوس عشان نبعت له على 1000 جنيه فوقيه؟ طب اسمع، ابوك لسه قابض فلوس من النقابه القديمه، تبقى فرجت. لا اكنك ما تعرفش، ده قال لي ما اقولكوش وانا اديته واحد. خلاص يا ماما قولي له انت. لا انا ما اقدرش. طب بصي، انا هقول لك على حاجه، انت الخير والبركه وعارفه ديته يا ماما. هيهب فيا. تعالي بس انا اقول لك تعملي ايه. النهارده ساعه العصاري شويه مهلبيه كده من ايدك الحلوه، هو بيحبها، وكلمتين حلوين على ضحكه حلوه هيطلع الفلوس. ما بيديني في جنابي كلام زي السم. لا ما هو بص يا ماما، النهارده رايق، استغلي انت الرواقه دهيت، لانه قابض المكافاه الجديده والشغلانه الجديده والمرتب الزياده. استغلي بقى انت يا ماما الرواق دوت. اه يا اختي، هيفضل رايق، واول ما اجيب له سيره الفلوس هيتعجنن. عشان خاطر يا ماما، انتوا عارفين ابوكم ساعه الفلوس بيبقى زي المدفع، بيرمي انابل من بقه. ما تصدرونيش، انا عملت اللي عليا، هقوم اشوف الغدا. ما تروح تجيب لنا غدا. نعم يا سكر. ايه الوضع الطبيعي انك انت اللي تروح، ولا مش هناكل؟ كلك الديب السحلاوي يا سبب كل البلاوي. على فكره يالا انت خوان، انا فهمت دلوقتي انت بتفكر ازاي. انت بتهلك ان احنا عايزين نسربك عشان نزوغ. ايه ده، انت بتشك في نون ريحه الحنه؟ لا دي فلة شمعة منورة، مش زيك قلة فاضية مكسرة. ولا انت مش خدت شيك بفلوسك؟ ايه ده، انت فاكره بيشكوا فيك انت بس؟ ده بيشك فينا احنا الاثنين صح؟ بص يعني ماما طلع منها شرار قلبه اسود غلاوي. احسن حاجة نقسم الفلوس وكل واحد يروح لحاله. احسن برضو خليه يغور، انا خلاص ما بقتش طايقاه. طبعا اللي يستندلنا يبقى هو الندل. عس بقى حلوانة في سلوانة. ايه ده مالك يا قلبي؟ ايه يا قلبي؟ إيه؟ يا عيني يا عينك، مال إيه؟ عينك فيها ايه؟ ايه رصاص؟ رصاص طالع من عينك، روح اتحقق في المراية. الآن على حقي. مالكش حق تقلق، انا سماحة جنب سن الفرن شمال. اوه العيب في ودانك وفي ضميرك. روح هات لنا غدا، روح روح يا رشدي، روح يا اخويا ربنا يهديك. روح، عيب يا رشدي، عيب، ده احنا اصحاب، مش معقول نخسر بعض على الاخر. كلها سواد الليل واطلع الشوال من جنب الفرن شمالي وتتكبس. يتكبس؟ هو ده عنده دم يتكبس؟ المفروض يقول توبت وندمت على ما فعلته، ويحط وشه في الارض وعينيه لتحت وايديه لفوق ويعيط من ندم ويعضع على الضوافر. ما خلاص انا ملح. طب روح هات لنا اكل يا ملح.
انا عارفه انت خايف من ايه يا رشدي. اقفل علينا الباب بالمفتاح وخد الباب كله معاك، وهات شويه رجاله وقفهم لنا بره. ما قلنا خلاص. الله، طب روح بقى اديني فلوس. هات وبعدين حاسبك. ما تجيب من التلات الاف اللي انت خدتهم. وانا مش خدتهم عشان اديهم لممدوح؟ اديتهم له خلاص، وانا ما معيش فلوس. يا برم يا برم بالجامد، ربنا ما يحكمك على يتامى. تعال يلا. ايه ده، حطهم في ايدك حقنة؟ على اخر الزمن حنصرف على الرجالة. هتهرب مني تروح فين؟ هاخد فلوسي، يعني هاخد فلوسي دول 4000 جنيه. مسير الحي يتلاقى يا تربش. تربش ده انا على كده اتشهرت بقى، المغفل اللي سلفك وبعت لي جواب ازرق. بتحبني قوي؟ طبلت على دماغك يا نندوح. الله يسامحك يا عم، لو كانت فلوسك دي حلال ما كانتش اتسرقت. اعمل ايه بس يا ربي؟ خد يا نون. انت ما اديتهمش الممدوح؟ اتأنزح. طب ليه قلت الرشدي ان انت اديتهم له؟ ده نصاب، احنا اولى. لا إيه؟ لا لا لا، ما احبش الكد. كد؟ والكد بيجي ايه جنب السرقه؟ هذه نقره وتلك نقره اخرى يا استاذ. احنا حراميه صحيح، لكن لازم نبقى صادقين مع بعض. بيننا وبين بعض لازم بيبقى في شرف، لكن مع الناس التانيه لا. برافو، احرجتني اجراميا. الحق حق. يا ولا ايه؟ لا لا بجد، بتضحك على ايه؟ لذيذه مهبوشه، عامله مجنونه مظبوط، عرفت تسبكيها. ولا اوعى تقول لرشدي على حكايه ان انا عملت مجنونه دي. لا ما قلتلوش. بس ما قلوش ليه؟ يعني مش عايزاك تقوله وخلاص. مش من حق حبي ينفذ لي طلباتي وانت حبي. انت تؤمر يا بوريحه جنان. اتكلم جد شويه بقى، انت بتروح شغلك ليه؟ انا ما بحبش جوزي يبقى عواطل. طب واروح الشغل ليه؟ ولا اشتغل عند حد ليه؟ ما اجيب طياره رميس واشغلها بالنفر. لا اغص عليك يا فتحي، انا بتكلم بجد. يا نونا، الواحد بيشتغل عشان ايه؟ مش عشان الفلوس؟ لا مش لازم. لا لازم، اللي بيشتغل بيشتغل عشان الفلوس، واللي بيسرق بيسرق عشان الفلوس. اهم حاجه عندي اخد نصيبي في الشوال. الله، طب وافرض اترفدت من شغلك؟ وايه يعني؟ طز. يعني ايه؟ ده انت طيار، يعني قيمه ومركز. الفلوس تخلي القرد غزال. بس دي فلوس حرام. صحيح. وايه يعني؟ المهم فلوس. يا سلام، انت عايز تقولي ان الفلوس الحرام زي الفلوس الحلال؟ شوف يا نونا، ادي 2 جنيه اهم، 2 جنيه اهم، واحد من السرقه وواحد من الحلال. تقدري تفرقي بينهم؟ تقدري تعرفيهم من بعض؟ اللي يهم السرقه واللي يهم الحلال، الاثنين شبه بعض والقيمه هي هي. بس اللقمه اللي هتاكلها من ده غير اللقمه اللي هتاكلها من ده. في الاخر هاكل واحد بالهنا والشفا والتاني بالسم الهاري.
ريحته علم الغزل. انت عايزه ايه بالظبط يا نونا؟ ما تبطلي امور الجنان دي معايا. كنت زهقانه وقرفانه قلت اغلس عليك شويه. ايه اجيب لك شويتين كولونيا؟ طب ما تجيب لي افطر شيف. توحة هات لي دوم. ايه دوم؟ ايش معنى دوم يعني؟ انا عارفه حاجه نفسي هفتني عليها. اتهفي؟ مش انت حبي؟ من حق حبي ينفذ لي كل هفاتي. انت تأمري تأمري يا نونا يا ريحه الحنه. انا هسافر فورا وهجيب لك دوم من اسوان. نقلوني اسوان؟ مجلس الاداره قرر نقلي اسوان. اعيش ازاي بس في اسوان وانا وحدانيه ومضمزين؟ احسن خلي الواحد يرتاح من وشي. يعني انا اللي عايزه اشوف خلقتك؟ انا اللي جبت ده كله نفسي. يا ريتني ما جبت له المشروع، كان مشروع مهبب. انما اعمل ايه؟ ما يجوز علي الا الرحمه. انت العادل يا رب اهو عندك. والويلي بقى يا اختي. اندبي اعملي ايه يا مناح؟ ايه شحططنا شحططنا، بس اصبري شويه يمكن تفرج. تفرج؟ تفرج ازاي؟ تفرج امتى؟ انا لازم اسلم نفسي لفرع الشركه في اسوان. وعارف فرع الشركه فين؟ في الجبل، جوه الجبل. يعني في حاجات بتمشي وحاجات بتنط وحاجات بتلدع. ده انا جبانه. عارفه مين اللي يخدمك في الموضوع ده؟ مين؟ حمدي. حمدي؟ اه راجل جدع قوي ومعارفه كتير، ممكن يتوسط لك يتلغي نقلك من اسوان لسوهاج. بلاش الهزار البايخ ده، انا مش ناقصاك. والله انا بتكلم جد. بقولك ايه، اعملك ترانك وتكلميه. صحيح يا ممدوح، يبقى لك الحلاوه. يا اختي انا لا عايز لا حلاوه ولا جبنه، انا عايز فلوس. انا عليا 4000 جنيه يا جمالات. شفت الجواب الغرامي؟ عارفه من عبد الواحد، ما هو قابلني في الشارع نط في وشي. الاسماء عم اقولك انا ما اتكلش قنطه. انت تقول لقريبك ده ادفع الفلوس يا سايح دمه، وموقف لك 2 من الحجم الكبير على ناصيه الشارع. الله يطمنك يا اختي، الله يطمنك ويخليك لينا. تملت مش هخرج كمان. حبس في البيت، حظر، تجول، تحديد اقامه. طب هتفضل هربان لحد امتى بس؟ طول العمر يا جمالات. لا اله الا الله، من شاب بلوة غيره هنت عليه بلوته. يا اخي البلوة دي مش مهم، الاهم من كده والانكى يا جمالات ان انا ما معيش فلوس عشان اكل. مش لا اكل بس مش مهم. عم الله يرحمه كان عامل مكتبه جوه وماليها بالكتب وما كانش بيقرا منها ولا كتاب. انا حاكل الكتب دي كلها وحمصمص الجلده بتاعه الكتب باسناني كمان. بقول لك يا جماله، ما تيجي تاكلي معايا؟ انا عازمك على كتاب قبل نظير. لا بيحمي على قلبي. ها جكاوة غابي. وانا مالي اديك فلوس ليه؟ لانك ابويا. هو انا هفضل طول عمري شايل همك؟ اما انا شايل هم لمين بس؟ الله، انا خلاص ربيتك وعلمتك واشتغلت. هي رساله الاب بتخلص عند الحد ده؟ امال بتنتهي فين بس؟ انا اللي علي عملته خلاص، ما تحملنيش اكتر من طاقتي، انا تعبت. الله يكون في عونك يا بابا، انا عارف. ولما انت عارف عاوز مني ايه؟ 1500 جنيه ادفعهم مقدم تاكس اشتغل عليه بعد الظهر. سلف وحسددهم. ولما التاكس يتخبط منه يبقى قضاء وقدر. وانا اعلق قدري بقدرك ليه؟ لانك ابويا. نفسي يا بابا، نفسي احسن حياتي ومستقبلي، مش نفسك تشوفني انسان كويس؟ ما هي بتخلص بعد 10 ايام. امسك ايدك شوي. نشفه بنص مرتبك ده انا كنت بصرف على عيلة. ده لما كان جوز الحمام 3 فرد. يا بابا ايام زمان الناس كانت بتمشي على قدها، ظروفها كانت زي بعض. لما كنت تمشي في الشارع ايام زمان كنت تلاقي واحد راكب عربية تمنها 250,000 جنيه تستفزك وتطلع العادم في وش الناس. وشمعنا بصيت على العربية ام 250,000 جنيه؟ ما بصيتش على واحد معاه عربية يد ليه؟ من حق ابقى طموح. الطموح للحدود. انا ما طلبتش المستحيل، انا طلبت تاكسي بالتقسيط عشان اصرف على نفسي، عشان احسن حياتي واعمل بيت. وانا مش من حق اتجوز واعيش زي الناس. اسمع، انا مش هدفع فلوس. سلف؟ السلف دين ورد خساره. طب انا عندي فكره تانية خالص. ايه رايك لو نشوف اي محل صغير كده ونبيع في اي حاجه ساقعه وسجاير، وشويه شويه هيبقى بوتيك. انا ما عرضش نفسي المكسب وخساره،
انا احط فلوسي في البنك اضمن؟ ده انا طفحت الدم، ده انا عمري ما مسكت 20 جنيه على بعض. اول مره اقبض فيها مرتبي بالكامل من غير سلفيات لما طلعت معاش. ما هو ده اللي مخوفني يا بابا، مش عايز ابقى زيك، مش عايز استنى الترقية، عايز انا اللي رقي نفسي. انا شايل الفلوس دي في البنك علشان ابني بيها البيت في البلد. هتعمل ايه بالبيت ده؟ انا اهم منه. نفسي، املي، طموح زيك. هو انا مش من حقي احقق لنفسي امنية واحدة في حياتي؟ ده انا عمري ما تمنيت حاجة ولا طلبت حاجة ولقيتها. مستنيين حد؟ ها؟ لا 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 ما فيش حد مستنيين. خش انت جوه. اسمع كلام. اسمع كلام. استخبي. انا هقفل عليك. افتح بس. اسمع. اهلا. ايه اللي جابك؟ قصدي مرحبا بيك، اتفضل. اهلا. ازيك يا استاذ عبد الحميد؟ الحمد لله كويس. كويس ان انا لقيتكم. جمالات وممدوح ضربوا لي ترانك النهارده وبيقولوا انهم عايزيننا في موضوع مهم لازم كلنا نبقى موجودين فيه. ايه؟ لقوا الفلوس؟ معرفش، بس انا شايف انها فرصه كويسه عشان نقعد مع بعض وندوب كل بنت. اه بس انا شخصيا مش فاضي يا سكر. معلش بقى استاذ حميد مره تانية، اصل صراحه ورانا مشوار مهم جدا. بلاش غلاسه، عايزين نقعد شويه مع بعض، انا مسافر الصبح. معلش ما انتش غريب. اسكت، مش انا خطبت؟ اه وعندي ميعاد مع خطيبتي، هنخرج نشتري الشبكه. معقول يا ندل بقى تخطب من غير ما تقول لي؟ طب يلا يلا، هي فرصه عشان خاطر تعرفني على خطيبتك. يلا. الله، ايه مش عايز تعرفني عليها ولا ايه؟ ما بداش بقى نعدي على الفيلا وبعدين نبقى نرجع لخطيبتي. اي وهذا اخر كلام يا سكر؟ اقفل الباب كويس قوي. طبعا. اصل الواد ده مربي نمله. نمله بزلومه. نمله شقيه قوي، خايف لتهرب. صحيح. طب هات النمله عشان نعرفها على العيله بالمره. يلا حبيبي. خدوا كده المهلبيه دي وقول لي رايك ايه. مهلبيه؟ هو خالك الطيب وصل؟ ليه بقى؟ ما اصلي لما يوصل خالك الطيب الاقيكي في منتهى النشاط وعماله تعملي في حاجات حلوه ومخللات، والاقي الامن الغذائي في البيت مستتب. انا خالي الطيب ما بيمشيش الا ما بترفع الدعم عن البيت. كريمه، انا زودت 5 جنيه في الشهر، مليم واحد تاني مفيش. خلاص يا اخوي اللي تشوفه، بس دوق المهلبيه الاول وقول لي رايك ايه. الله، تسلم ايدك. مبسوط مني؟ واي انبساط. كريم. نعم. انت بترسمي على ايه؟ لا برسم ولا حاجه يا اخوي، بس كنت عايزاك تفضل حنين زي ما انت كده على طول. طيب وانا صدر مني ايه عشان تقولي لي كده؟ يعني بس كنت عايز اقول لك ان احنا كبرنا والحمد لله ربنا عوضنا عن سنين الضنك اللي شفناه، فمش عايزين ولادنا كمان يشوفوه. مش عايزينهم يشقوا، مش عايزينهم يدوقوا اللي احنا دقناه. كريمه، انا مش حد فلوس لحد يا كريمه، وادي دقني لو قلتلك على حاجة تاني. ليه بقى؟ انت مش مداني عهد انك مش هتقولي للعيال على حكاية القرشين اللي جم؟ ما انا كمان يعني ما قلتش. ما قلتلهمش. امال نبيل جاي يطلب مني فلوس ليه؟ وش معنى النهاردة بالذات؟ ابوه عشمان فيه، حسك في الدنيا. انا عايزه يعتمد على نفسه، عايزه يبقى راجل ويتحمل مسؤولية نفسه. يعني يا كريمة لو ما كانش القرشين دول موجودين في البنك كان هيعمل ايه؟ اهم موجودين، وبعد عمر طويل لما هتبني البيت مش هيبقى لهم؟ طبعا. طيب كريمة،
انت عايزه توصلي لايه؟ انا عايزه اقول لك تديلهم دلوقتي وانت عايش يدعوا لك بالرحمه بدل ما يستنوا موتك. ولادي انا يستنوا موتي؟ ادي انت شفت الناس كلها كانت بتستنى موت لطفي عشان تورث. ايوه بس انا مش زي لطفي. وولادك مش زيهم. تعرفي ان لو احس ان ولادي مستنيين موتي علشان الفلوس ده انا احرقهم وافضل ابكي على عمر اللي راح على تربيتهم. انا بقول لك كده على حاجه يمكن تكون في قلب نبيل، يعني هو حاسس كده لو اديت له القرشين هتنجده. انجده لما يكون منصاب، انما نبيل صار سليم وبقوته. كريمه خد المهلبيه بتاعتك، انا مش عايزها ومش هدفع فلوس. انا عايز ابيع الفيلا، وطبعا ما اقدرش ابيعها لوحدي باعتباركم ورثه معايا بالتلت حسب الوصيه. هو ده الحل الوحيد، لان انا لو ما نفذتش النقل هترفض وانا مش هنفذه، يبقى هاكل منين؟ وانا طبعا كلكم عارفين ان انا مديون وخلاص نشفت، يعني مصيري كله متوقف على الفيلا دي، والفيلا دي دلوقتي بسعر السوق تطلع لها بتاعه 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه هو ده الموضوع اللي انت بعتنا عشانه؟ هلا هلا يا سيروشدي. ايه مستغني خلاص عن القرشين اللي هيطلعوا لك من الصفقه دي؟ ما تفهمني، خلاص شبعت؟ منين يا حسره، هو انا اكلت عشان اشبع؟ بحسن. وانت يا فتح رايك ايه؟ طبعا انا عارف ان الفلوس اللي هتطلع لكم من بيع الفيلا دي مش كتيره، يعني حوالي 30,000 جنيه. هات يا سيدي، حد قالك لا؟ ايدي على كتفك بالمشتري، كان فين موضوع الفيلا ده من زمان. ايه رايك يا حمد؟ مش من حقنا نبيع الفيلا دي، احنا لسه لحد دلوقتي ما لقيناش البنت. يوه بقى ايه يا ابني، ده ميراثها، مش كفايه الفلوس اللي راحت قبل كده؟ عايزين تضيعوا كمان ميراثها من فيلة ابوها؟ جرى ايه يا استاذ حمدي؟ ما تفهمني حكايتك ايه بالظبط؟ انت خميره عكننه عايز ايه يا جدع انت؟ وبعدين ايه بقى؟ انت مزودها زياده عن اللزوم، بقولك مش هنفذ النقل، يعني هترفض يا راجل. ما تخلينا نشفرق نفسنا يا عسل، انا بقالي 20 سنه بشتغل مع المرحوم عمي لطفي بيه واستحق مكافاه وما خدتهاش. مش معقول بقى يا استاذ عبد الحميد، كل ما يبقى عندنا امل تبقى تصوم، حرام عليك بقى. يا اخوانا دي جريمه، افهموا بقى. مفيش اي سبب يجرمنا، ومفيش لا بنت ولا كومي، وانا خلاص روحي بقت في مناخيري. اعمل معروف، ابوس ايدك، ما تخليش اقتلك يا اخي. ايه بتبص لي كده ليه؟ حرام عليك، ما تبقاش مفتري، روح من وش سعادي. والله لو وقفت لي ببيع الفيلا انا هقف في زورك، انت فاهم؟ بقول لك ايه، اعل خلاص انتوا احرار، بس اولا لازم تاخدوا راي احمد افندي. انتوا عايزين مني ايه تاني؟ لا ما انا مش هنضرب مرتين، كفايه مره واحده. انا هغير نمر تليفوني، هخليها سريه، انا هعزل خالص، انا مش عاوز اعرف حد فيكم. ايه نبيع الفيلا؟ الله، هي الفيلا داخله الورث؟ الا موافق، طبعا موافق جدا، دي حاجه عظيمه قوي. سلام 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 يا سلام. تسوي لها كام الفيلا دي؟ دي ده ده ده, ده بيقول يجي 1,000,000 جنيه. وانتوا كلكم بقى ليكوا التلت؟ يعني التلت 1,000,000 كده على خمسة، يبقى فوق 50,000 جنيه. انت هتروح لهم لوحدك؟ استنى ما نيجي معاك عشان نساعدك. لا ما تخافيش، مش هيقدروا يعملوا لي حاجة ولا يضربوني تاني، اصلي انا عامل لهم محضر بعدم التعدي. نبيل خير يا ماما؟ ايه فرجت من عند ربنا؟ ايه هيبيعوا الفيلا وابوك طلع له 50,000 جنيه. ايه
صحيح يا ماما؟ ايوه، اصل ممدوح حالته كرب وعايز يبيع الفيلا عشان يصرف على نفسه. يعني انا هجيب التاكسي؟ تاكسي ايه؟ تشتري اوتوبيس. بقول لك يا ماما، انا مش ناقص امل اطلع له فوق ويرميني من فوق تاني. انا قفات هاره من الاقلام. خلاص، اذا كان تمسكي بالحق هيخليني عدو ليكو، بيعوا الفيلا زي ما انتوا عايزين. انا شخصيا مش عايز ابعدوكو. سامحني يا عمي، مش هقدر انفذ وعدي ليك. انا خلاص من النهارده مش هبتدي ادور على البنت، واذا فرض في يوم من الايام انها ظهرت هقولها على الموقف كله واني ما قدرتش عليكو. او كده ربنا يهديك اخوي، ربنا يكرمك. وليك عليا لو ظهرت البنت جدعانه كده هبقى اديها قرشين، او اي حد مننا يجوزها مش مشكله. ممدوح، من بكره انفذ اجراءات البيع. بس البيع ما يتمش الا في حضورنا كلنا. طبعا، وليكوا عليا اجيب لكم المشتري. لا لا لا، انا ابن السوق وسيبنا انا اجيب المشتري. لا يا حبيبي، لا يا توم وجيري، لا انت ولا هو، المشتري عندي انا. وافقتوا؟ وما نوافقش ليه ما دام فيها فلوس؟ ده ايه الهنا ده؟ ده ايه العبط اللي انتوا فيه ده؟ عايزين تبيعوا الفيلا؟ يا حلاوتكم، الفيلا دي لو تهدد بالميت تجيب 2 مليون جنيه. دي مبنيه على ارض 1200 متر. حسيتكم، انتوا عارفين 100 شركه تتمناها ياخدوها يقسموها عماير. با 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 با. ازاي كانت فايتاك دي يا ابو الرشد؟ مش ممكن. صح، لو تهدد هتجيب ضعف ثمنها. لا، ما دام الحكايه كده تبقى البيعه بخساره. بس يا هل ترى الواد بستيج ممدوح هيوافق؟ ما يوافقش ليه؟ ما دام العمليه كسبانه هيوافق، هو اكتر واحد مستفيد. بس هنا في اعتراضيه، جمله بسيطه. هل احنا معانا فلوس لزوم الهدد؟ نسلفه. مين؟ مين ده بقى اللي يسلفه؟ دي شغلانه كبيره وعايزه فلوس كتير، واحنا قدامه على القد. احنا نسلفه بس عن طريق شماعه، بني ادم نحطه قدامه نموله بالفلوس وكأن التاني هو اللي بيدفع، وبدل ما تاخدوا 5 ساغي انتوا الاتنين تاخدوا 10. بس دي شغلانه وحطول، احنا مش فاضيين، احنا عايزين نخلص وهوب نسافر. بس يلا توحي ريحه الحنه، مالكش دعوه بيه، سيبك منه. انا موافق يا نونا. طوعوني احسن لكم يا كتاكيت، اول ما هيطلع الشوال ايديكم هتاكلكم على الصرف، وهيبان عليكم العز بعد ما كنتم اشفرين. اسمعوا كلامي اللي اشتبهوا فيكم وتطلطوا، طوعوني. يا واد اسكت يا ولا، يا واد ما تقرش وتنق فيها. توح كلم لي ممدوح. الو، انت اللي مين؟ انا نندوح. ها، بكره ولا بعد بكره؟ ها جاك هوا لما يهويك، انت اللي ستين غبي. طيب خلاص بقى، هفكر في الموضوع دوت وارد عليك بكره. ايوه. طب اخويا، طب اتوح، مع السلامه يا فتح. مع السلامه اخويا. هستأذن انا بقى. معقوله انت رايح فين؟ مسافر ولا ايه؟ لا، حبات في اوتيل. يا خبر ابيض، اوتيل بتعمك يبقى مفتوح وتروح اوتيل برضه؟ جرايه يا استاذ حمدي، انت هتهزقنا ولا ايه؟ ليه هتتنطط علينا؟ ما الاوض كتير اهي. طيب هجيب شنطه هدوم من العربيه. اتفضل. ربنا يكرمك يا حمدي وتعرف تلغي لي النقل ده. اسكت، مش طلع يعرف رئيس مجلس الاداره؟ عيب، ده انا نندوح. مش قلت لك حضري له لقمه ووجبي معاه وفتحي مخك. طب فتحي، كان عايزك في التليفون ليه؟ عندك مقاول هدد معرفها من الشغل بتاعك؟ عندي. هاتيهولنا بكره تاني. احنا من يوم ما وعينا على الدنيا يا نبيل
واحنا عارفين كويس قوي ان بابا نفسه يبني بيت في البلد. هيعمل ايه بالبيت ده؟ وبعدين مين اللي هيروح يعيش فيه؟ الله، هو حر يا نبيل. لا مش حر، وبعدين هو فين وفلوس بنا البيت فين؟ ها ده كل اللي معايا دوب يبني بيهم حيطه. ربنا يديله طولة العمر ويحوش الفلوس اللي تبني له البيت. بعد كام سنه؟ ده بقاله 6 سنين بيحوش في الثلاث 4000 جنيه اللي معاه دول، هيعيش كمان 20 سنه. اخس عليك يا نبيل، ده كلام برضو تقوله؟ ربنا يخليه يا اخي، ده بدل ما تساعده بايه اسم الله، بانك تبعد عنه وتسيبه في حاله. انا جاي انما هو رايح. الله، ما تبقاش جاحد كده، خليك واقعيه بقى كده. طب يلا يلا اتفضل. إيه؟ قوم يلا روح على اوضتك. يلا روح على اوضتك نام لحسن، انت خلاص خلاص خرفت يا نبيل. بالك. خلي بالك انت، انت اللي تخلي بالك. دخلني بالنا مع بعض. طيب شمالك من شمال سن الفرن، يبقى هنا. تعالى كده هنا هنا تعالى يلا. ايوه ايوه كده هنا بالظبط، يبقى هنا. ايه مالك؟ نسيت خالص. هو ايه ده اللي نسيتيه؟ انا ما دفنتش الشوال هنا خالص. نعم يا روح خالتك. ما انا هقول لك، استنى افتكرت. انا ساعه اللجنه ما قابلتني جريت على الشارع. ايوه في اخر الشارع وانا برجع ورا لقيت شجره، حطيت الشوال تحتها.